نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، هدف مبكر وفرص ضائعه ولكن لم نستغل الموقف الشوط الاول. فعلا هدف مبكر وعدم استغلال بقيه احداث المباراه بصالحك. نفس السيناريو اللي حصل في ماتش الزمالك، جبت هدف وكان مفتوح انك انت تخلص المباراه. والنهارده يمكن ايهاب جلال بيلعب مفتوح، يعني لاعب الجيم مفتوح، ما بيعملش اي شكل دفاعي قوي جدا زي ما احنا قلنا. عادل قال وعلاء قال واسامه ان هو ساعات بيلعب 3 4 3، ساعات بيلعب 4 1 4 1، يعني ما فيش النهارده استحواذ حتى ليه في نص الملعب الا حيلا الكوره اللي هي جت صدفه ودخل الجول من ضربه ثابته. فبعتقد النادي الاهلي يمكن يكون ليه درس في الشوط ده كبير جدا، انه ينظم خطوطه، تحركاته تبقى اكثر وعيه من محمد شريف وكهربا، وباذن الله يكون ليه تفوق يعني ان شاء الله باذن ربنا. كابتن علاء، شفنا ايهاب جلال بينصب لنا مصيده التسلل يمكن لعيبه النادي الاهلي وقعوا فيها اكثر من 6 7 مرات، وما استغلناش النقطه ديت خالص. لا لعبنا على الاطراف، لا اتعمل هات وخد لضرب مصيده تسلل ولا انطلاق من خلف بالظبط. لكن هو اللي بسرعه كده الشوط الاول ايمن، كابتن ايهاب عمل حاجتين يمكن اغرب حاجات عملها. لعب النهارده عادي جدا، بيلعب الجيم مفتوح، مفيش اي حاجه خالص النهارده. الحاجه الثانيه بعد حتى الهدف بيلعب على مصيده التسلل بالظبط، بين قوسين قديمه شويه جدا، يعني تتضرب سهل جدا. صحيح، يؤخذ لعيبه النادي الاهلي يمكن بتفق مع كابتن شريف، بعد الهدف كان لازم الهدف الثاني والثالث كمان مزبوط. وكان عندك الفرص ان خلاص خاصه بقول لك عنده مساحات كتير او فاضيه، لكن انت في وقت كده انت هديت فيه، دخلت المخصة ثاني في الجيم. صحيح، المشكله بس ان كل لعب المخصة ولازم دي تتقفل كويس قوي من عند محمد هاني. لازم حد يقفل كويس قوي، وان شاء الله اعتقد الشوط الثاني يبقى الدخول النادي الاهلي اكيد اقوى واسرع عشان يشيل الهدف الثاني بسرعه باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، شايف مستر موسيماني ممكن يغير من بدايه الشوط الثاني؟ لا، مش هيغير بدايه الشوط الثاني. لا، بس يعني لو فضل الحال كده هي اكيد 10 دقائق ربع ساعه هيغير، لانه هدوء غير مبرر زي ما شريف وعلاء قالوا بعد الهدف. رغم ان كان في لخبطه في ديفنس المقص اول ما ابتدوا. والحاجه الثانيه اللي ملاحظ انت قلت عليها الاوفسايد، طبعا مش عارفين نضربه. الحاجه الاخيره الخطوره جت متاخره للمقص بكورنرين، واحد عدى كان ممكن يجي جون. صح، والكره الثانيه الرقابه كانت وحشه وقدر مروان يجيب جول. فهم الحاجتين ثلاثه دول هم اللي فرقوا في الشوط الاولاني. أيه، عدم ضرب مصيده التسلل، الهدوء الغير مبرر بعد الهدف، والتمركز وحش في الضربات الثابته اللي علينا. لو في تغيير يا كابتن عادل، هو دلوقتي ناصر ماهر بيسخن بين الشوطين. ايوه، هل ممكن يبقى ليه وجود الشوط الثاني؟ اكيد هو يبقى ليه وجود وهيلعب مع يعني مكان قفشه. انا ما افتكرش ان موسيماني يقدر يلعب الاثنين جنب بعض، او لو لعبهم جنب بعض هيغير طريقه اللعب خالص. وايهاب جلال هيستمر بنفس الطريقه؟ افتكر ان ايهاب يستمر بنفس الطريقه، بس في كلمه عايز اقولها لك، ان مستر موسيماني يجب فك لغز. لما الاهلي بيجيب هدف بيفضل حوالي من 20 ل 25 او 30 دقيقه مستوى ينزل شويه ويهبط شويه، فلازم يفك اللغز ده. اللعيبه لازم تعرف بعد الهدف الاولاني لازم تدوس اكتر عشان تجيب الهدف الثاني عشان تنهي المباراه. ايوه، ده كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه احداث المباراه. ارجوكم انتظرونا.